جوا سيدي هكاك تقول كلب السن كذا السلام عليكم ما كانش ما لا مرض يا جماعه يا ودي انا باش احكي لكم الحكايه كلب فين السلام عليكم احكي سيدي قال لهم ودي انا ما كانش عندي الاولاد وراني يسر ربي و نعم ربي لكن جاني بعد نذر بارك الله راني قلت لازم لو كان يجيني وليد نذبح له كبش الكبش هذا اللي تاه سبع اشبار وما لقيتش الكبش هذا وما لقيتش كبش سبع اشبار هذا ما لقيتش قاعدين نلعب مخرب سكت وبعدين نلعب مخرب هيا سي طرح الاول طرح الثاني اش هز كلبك مات قال له يا حالف بيمين يهود يمينك مردود اشبر بشبر المولود اي ها شبر صغير شبر سبي صغير لا قال له اسمع ولد الناس ملاح انت برا كان ما كانش سيدي هز الوليد وديه للسوب واشبره وكذا قال له يا حالف تو لان الحلف كان بالله ما تحلفش صحيح يمين يهود قال له يا حالف بيمين يهود يمينك مردود اشبر بشبر المولود هذا قال تم رايح حز الوليد راح للسوق شد كبش هكاك متوسط كذا حضر له اثنين ثلاثة أربعة سبعة ستة سبعة وزادت الحد الخير القهوة القهوة عايز يروح